غادي نفوزوا ان شاء الله على المنتخب الاسباني. ديجا بعدا تعادلنا معاهم في الاخر في كاس العالم الماضي، هذا العام ان شاء الله غادي نربحوهم باللي كاين، غادي ننتقموا لهم، وغادي ان شاء الله تكون النتيجه 2-1 حتى 3-1 ان شاء الله. التوقع ديالك مقابله الغد ان شاء الله الربح، نربحوا ان شاء الله. شحال النتيجه اللي كتوقع انهم يربحوا؟ تقريبا ان شاء الله 2-0 ولا 2-1. شكون يماركي؟ يماركي جياج وزروالي. واش كم الناس اللي متخوفين من المنتخب الاسباني؟ لا لا بالعكس. كلمة أخيرة للمدرب واللاعبين. الله يعمر هذا. شنو تبغي تقول لهم؟ لا كنشكر المدرب مزيان والدراري ديالنا تقريبا راه كلشي مستوى. ديالك المقابلة الغد؟ مقابلة ديال الغد ان شاء الله غنكونوا عازمين باش نربحوا ان شاء الله 3-0، وخاص باليون شويه قاصحه عند الدراري صغار كيطيروا، ونتمنوا نضربوهم ان شاء الله باش 3-0. شكون هما اللاعبين اللي كتشوفهم انهم غيسجلوا هاد البيوت اللي كتشوف؟ انا صراحه كنتظر كلشي غيماركي، ولكن بالاخص نصيري. نصيري يلعبوا في الشوط الاول مزيان. التوقع ديالك المقابله الغد؟ ان شاء الله نتوقعوا خير باش غيفوز المنتخب ضروري نسجلوا. كتوقع انه يكون نتمناو على الاقل 2-0 ولا 2-1. شكون غيماركي هاد الاهداف؟ ايوا وقيله زياش. زياش حنا تنشوفوا زياش يعني هو اللي مرشح انه يسجل. شنو التوقع ديالك لمقابلة المنتخب الوطني ضد ناظريه المنتخب الاسباني؟ وان شاء الله يربح ان شاء الله. حنا كنتيقوا في وليد ركاكو، كنتيقوا في الدري ديالنا، ودوك الناس ديال هاد الجهه هادو بغيناهم يقوسوا علينا، حيت القويسه ديالهم راه بلا ما نسمي عارفهم شكون ولا ما عارفهمش. قوسوا على البرازيل، خسروا مع الكاميرون، كنهضروا على الناس ديال هوك. عطاهم العصير. عطاهم العصير في كاس كبير الجزائر، بغيناهم يقوسوا علينا، حيت إلا قوسوا علينا غنربحوا.